قال وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن خلال اجتماع ترأسه الأردن بتقنية الفيديو كونفرنس، قالوا إن دولهم لن تعترف بأي تغييرات على حدود عام 67 من غير موافقة الفلسطينيين والإسرائيليين. وعد وزراء الخارجية خطوة الضم انتهاكا للقانون الدولي، وحذروا من عواقب هذه الخطوة مؤكدين أنها تنال من أمن المنطقة واستقرارها وستشكل عقبة كبيرة أمام جهود تحقيق سلام عادل وشامل. هذا وأكد الوزراء المشاركون التزامهم الشديد بحل الدولتين، وذلك بإجراء مفاوضات تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. المزيد حول هذا الاجتماع مع مراسلنا ليث لجبور مباشرة، يحدثنا من عمان. أهلا بك ليث. إذن تفاصيل هذا الاجتماع وما ورد فيه، خاصة وأنه حمل عنوانا عريضا برفض أي عملية ضم لأراض فلسطينية محتلة، ليث. بالفعل وسام، هذا يعني ما تم الاتفاق عليه وما خرج به بيان هذا الاجتماع الذي جاء بدعوة من الأردن كما أسلفت في الخبر، والذي أكد وزير الخارجية أن الأردن يحاول أن يقوم بدعوة جميع من يستطيع من المجتمع الدولي لحشد موقف داعم لموقف المملكة الداعي لمنع أي فرص لتحقيق خطوة الضم التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتطبيقها. الأردن يعتبر هذه الخطوة بأنها تهديد واضح ومباشر لأمنه وسيادته، لذلك خلال الأسابيع الماضية كثف وزير الخارجية اتصالاته مع نظراء الأوروبيين، وكثف العاهل الأردني عبد الله الثاني الملك عبد الله الثاني أيضا اتصالاته واجتماعاته مع الكونغرس الأمريكي وعددا من زعماء الدول للمطالبة ببقاء الوضع القائم كما هو اليوم. الأردن يحاول يعني أن ينقل رسالة مباشرة للاحتلال أن الضم يعني تهديد بورقة السلام، معاهدة وادي عربة المبرمة بين الأردن وإسرائيل عام 1994. لذلك ما تم من اجتماع اليوم هو يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تقوم بها المملكة خلال الأسابيع الماضية لمنع أي محاولات إسرائيلية للضم، والأردن أكد أنه إذا أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة فسيجد صداما مباشرا مع المملكة. غدا كذلك متوقع أن تكون هناك اجتماعات سيعقدها مجلس النواب الأردني مع عدد من البرلمانات العربية من شأنه كذلك أن تدعم الموقف الأردني الرافض لهذه الخطوة الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة ليث لجبور مراسلنا، كنت معنا مباشرة من عمان.